بسم الله الرحمن الرحيم. وفراق الآباء شيء عظيم، ما لذكرى همومه من براح. كيف ننسى من كان كالبدر نورا قد أضاءت من نوره كل ساحي. قد سما للسماء والروح صارت في جوار العليم بالأرواح. ربي ألهمه ثابت القول واجعل حوله القبر من جنان انفساحي، وتقبله صابرا وشهيدا ورفيقا لأهل التقى والصلاح. راعي التميز التعليمي الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، طيب الله ثراه وأثابه الفردوس الأعلى. وقد كان رحمه الله قد أعد كلمة لإلقائها عليكم في هذه المناسبة، وهو الذي حرص على مدى 22 عاما على رعاية وحضور هذا الحفل السنوي والالتقاء بكم ومنحكم الجائزة بيديه الكريمتين. ولطالما عبر في هذه اللحظات عن سعادته الغامرة وهو يرى فيكم فرحة الغانمين ونشوة المتفوقين والجيل الرائد في المستقبل المشرق للوطن وللأمة والبشرية. مشاهدين الأعزاء، مسيرة حافلة بالعطاء والمبادرات الخيرة في مجالات متعددة اقترنت بحياة الفقيد الكبير الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وامتدت أثارها على التأسيس والبناء والتطوير والتمكين. اختزلت تاريخ رجل لم تعلم يسراه ما أنفقت يمنى، ولم يفلح بحث الراصدين عن شهود أو وريقات توثق كل أعماله الفاضلة. فكانت محاولتنا المتواضعة لتقديم جانب من سيرة الراحل من خلال هذا الفيلم الوثائقي المختصر، فلنتابع. الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه أحد الشخصيات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الإقليمي والدولي. كان رجل دولة من الطراز الفريد، ساهم في تأسيس وبناء وتطور دولة الإمارات، وكان أحد رواد العمل الحكومي فيها منذ التأسيس في عام 1971 إلى وفاته في 24 من مارس 2021. تقلد مناصب رفيعة وقاد العديد من المؤسسات والهيئات التي لعبت دوراً مهماً في القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والرياضية، وترك بصمات ساطعة خلال مسيرة عطاء حافلة زادت على 50 عاماً. أما الآن فقد حان وقت تكريم الفائزين لجوائز الأداء التعليمي المتميز الذين أجادوا وتفوقوا وحققوا التميز التعليمي، فاستحقوا شهادة التميز وجائزتها المرموقة. بدايتنا بالجائزة الأولى، وهي في منافسات الوطن العربي وجائزة البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي من جمهورية مصر العربية محمد أحمد فرج موسي لبحثه في كثافة التلعيب القائم على تطبيقات الجوال في مادة اللغة العربية وعلاقته بالتحصيل والدوافع الداخلية والقبول التكنولوجي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية. من جمهورية مصر العربية أحمد محمد المباريدي لبحثه في أثر التكامل بين أنظمة إدارة التعلم عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب المعلمين بكلية التربية. من المملكة العربية السعودية عبد الرحيم فتحي محمد إسماعيل لبحثه في برنامج بالتعلم الإنغماسي وأثره في تحسين الطلاقة التعبيرية والذات اللغوية لدى الدارسين الأفارقة الناطقين بغير العربية بجامعة الملك فيصل.